بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي اينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابه. عندما ينتصر صمود الابطال على نيران الطغاة، الدرس الملهم. يتهيألي نبتدي الاول بدعاء. اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس، الحلقه 868 من ملك وكتابه. زي ما اشار المهندس عدلي نبدأها ونستهلها بكل الدعاء للأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي اللي ألمت به محنة صحية قاسية يرقد على أثرها في أحد المستشفيات في القاهرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه الصبر وأن يمن عليه بالشفاء العاجل بإذن الله تعالى. الأطباء فعلوا كل ما هو مطلوب طبيا، يبقى الدعاء واستجابة الله سبحانه وتعالى. وأيضا في اختبار حقيقي للصبر أي. لازم نعزي زوجته في هذا الظرف التقيل قوي في وفاة والدته. أي. ربنا يلهمهم جميعا الصبر والسلوان وفيما في الفقيدة العزيزة، وكل الأمل بالشفاء العاجل السريع لواحد من أعز الناس على قلوبنا وقلوب الوسط الرياضي جميعا، العمري فاروق بإذن الله. أستاذ العمري يمكن مش بس نائب رئيس النادي، هو واحد من الأهلوية المخلصين جدا 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 للنادي الأهلي، ومن الرموز الحقيقية الإدارية الفاهمة والواعية، وزير الشباب والرياضة السابق. والحقيقة كابتن محمود الخطيب يمكن كان في السعودية قطع الأجازة وجيب الليل، كان عنده في المستشفى الساعة 1:30. المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق كان في لندن قطع الأجازة وجيه، والكل كان معاه. والحقيقه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه راح له اول امبارح، المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه، كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك ومجلس ادارته، وعدد كبير جدا من اسماعيل، كل الانديه تقريبا، كل الانديه متفاعله وبتدعي له. يبقى فقط بس الدعاء لله سبحانه وتعالى ان يستجيبوا لحضراتكم، تدعوا له باذن الله تعالى انه ربنا يكتب له يا رب الشفاء من هذه المحنة، جوز هذه المحنة بإذن الله بإذن الله بإذن الله.